يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حر رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24، ويكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 31 23 يكون الجو فيها أيضا حار. في مطروح 30 23 حار. في بورسعيد 31 24 يكون حار. في الإسماعيلية 36 23 أيضا يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 والصغرى 24 ويكون الجو فيها حار. في العريش 32 23 يكون الجو فيها أيضا حار. في طابة 36 23 يكون حار. في شرم الشيخ 38 28 يكون الجو فيها حار. في الغردقة 38 29 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، ويتسم الجو فيها بشدة الحرارة. في أسوان 41 27 شديد الحرارة. في الوادي الجديد 40 26 شديد الحرارة أيضا. في شلاتين 38 27 يكون الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34 28. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.